It's good. Nice to go. محمد علي انا كنت شغال حضرتك في 2001 مطعم في العين السخنه، انا اصلا حلواني مساعد حلواني، وجات الثوره والواحد بقى ماليش شغل غير الباك ان هو يشتغل في الحاجه دي. يعني ايه بقى حكايه الرسومات؟ بتعمل رسوم ازاي؟ انا بجيب العرس واخد الباك بنسمه، وبعد كده بيخمر، وبعد كده باجي الصبح واخد الباك اصفيه، وبعد كده بتكل على الله بشتغل بيه. شايف ان المجال ده كويس بالنسبه لك؟ مفيش شغل. طيب مفيش شغل تاني تسرق. ايه اللي بتتمناه؟ اتمنى ان ربنا يصلح البلد. ومن ناحيتك انت ليك انت؟ من ناحيتها ربنا يسترها معانا ان شاء الله. تحب توصل ايه اللي انت عايز توصل له عشان؟ والله انت لو وصلت من دلوقتي للسنه الجايه ما حدش هيستعمل بكلامك اساسا. يعني مثلا لو انت حد دلوقتي حد معك توصله ايه؟ لو حد معايا اقول خلوا بالكم الشعب. لا مش كويسة، انا مش لاقي شغل اعمل ايه؟ لو شغال فراش احسن من شغال كده، لو شغال فراش احسن من اشتغل كده. عندك اولاد؟ طبعا انا 4 اولاد، 3 بنات وولد. يعني انت بالنسبه لك بقى بيكفي اولادك؟ مش مشكله، مش حكايه كفايه حضرتك، حكايه والدك. مفيش شغل، لو انت شغال زبال احسن من انك انت تشتغل في الشارع كل يوم متعرض مع الحكومه. تعمل لك محضر، تعمل لك كده كده. انت بتقدر تظبط الدنيا ازاي وانت عندك 4 اولاد؟ ربنا بقى بيوفقنا عليه. ممكن تبعت شهر، ممكن ما تبعتش شهر تاني. يعني عندك دي شغلانه واحده اللي عندك؟ ده ما هي واخد بالك، ما فيش غير كده، هي دي اللي قدامك. ما فيش شغل اصلا في البلد. لا انا بغني اغاني شعب ان شاء الله. يا حمامة الوادي مالك لم تجي حالي، حبك سباني سبى جسمي مع حالي، لا بصر أنا ارتاح ولا نوم الفراش حالي، ولا نوم الفراش حلي أمانة بالله حني، ورقي لمغرم في هواك داب، وان كنت انا كذاب تعالي وانظري حالي.